صورة أخرى عمر خربين لما سجل هدف أبو علي المدرب ظاهر مو مقتنع بمهاجم السوري عمر خربين فدائما بديل دائما ما يشاركه فاليوم دخله بديل سجل جول وفرح بهالطريقة شوف واضح إنه يعني بطل نظارات أو البس نظارة لا يعني غلط إنه يسوي حق المدرب كذي لكن مستواه يسوي يقول كان ما أقصد المدرب ها ابو علي يقدر يقول لحظه الحين لا شوف لا يسحبك من انت متاكد انه حق المدرب ايه متاكد انا وياك الحين قول الحين قول الحين تغريده الحين تغريده ماني قايل ماني قايل تغريده انا لابس اخضر تغريده رئيس النصر ما تدري عنها وما ابي وتغريد وصوره لابس اخضر لابس ابو علي لابس حقاني انت لابس اخضر بطاحه بش طيب ايش رايك بالتغريده بالصوره الفرحه والله شوف هي رساله الأمانة عمر خربين من افضل المهاجمين يعني على مستوى اسيا ما ابي اقول لك انه على مستوى الدوري السعودي بل على مستوى اسيا مهاجم يعني لاعب كبير دش العام العام دش بالمنافسه افضل لاعب افضل لاعب افضل لاعب من اللاعبين يعني اللي قدموا مستويات ممتازه طبعا عدم مشاركته مع الهلال قد يكون ما يخدم خطه المدرب نعم. أو ما يخدم طريقة لعب المدرب عرفت لذلك هو كان يعني فرحته عادية الطريقة هذه لا هي رسالة إني أنا موجود أوكي أبو عائشة تبتعلق على والله شوف طبعا هذا أمر طبيعي وكل لاعب لما يكون هو عارف مستواه وقيمته الفني داخل الملعب والمدرب يتجاهله راح تكون ردة فعله كذي وهذا بالنهاية إنسان له ردة فعل فأي لاعب بوضع عمر خريبين لاعب حصل على أفضل لاعب باسيا لاعب هداف لاعب قاعد يدش ويعمل ويقلب النتيجة نعم. هي طبيعية ردة فعلها طبيعية بس هو ترى عمر خربين ترى صار اتفاق بينه وبين نادي بيراميدزا انه بينتقل بس بعد المشاكل اللي صارت اعتقد انه نعم. اقرب للاتحاد السعودي نعم.